أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف أمس مقر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في منطقة التواهي بمحافظة عدن، والتي راح ضحيتها قرابة 26 بين قتيل وجريح. وقال بيان صادر عن التنظيم نشر على الإنترنت إنه استهدف مقر قيادة يمني أمريكي مشترك للضربات التي تنفذها الطائرات من دون طيار. وأضاف البيان أن الهجوم نفذته مجموعتان، الأولى استهدفت المدخل الرئيسي للمقر بما في ذلك عبر تفجير سيارة يقودها انتحارية، والثانية تسللت إلى المقر من مدخل آخر.